سياده اللواء واللي حضراتكم واخدين المسؤوليه لتنفيذه. كلمني المشروع ده المرحله الاولى بالنسبه له، انتوا بتشتغلوا على كام وحده دلوقتي، وايه يعني بتطمحوا انك تنفذوه قريب؟ حضرتك وزاره الاسكان بكل اجهزتها بتنفذ حاليا 250 الف وحده. يعني في حضرتك اكتر من جهه منوطه بالتنفيذ، الجهاز المركزي للتعمير، هيئه المجتمعات العمرانيه، مديريه الاسكان. الجهات دي مجتمعة بتنفذ حاليا 250 ألف وحدة. إن شاء الله في 31/12 هنكون انتهينا. هو دايما كده يعني في أي مشروع كل الجهات دي بتشتغل ولا ده علشان سرعة التنفيذ ولا إيه؟ يعني كل مشروع حضرتك دي ظروفه يعني. يعني المشروع بدأ ب 50 ألف وحدة نفذه من الجهاز المركزي للتعمير. تمام. عشان يدي بس نقطة انطلاقة للمشروع. لأنه يعني جهاز ليه مقومات وإمكانيات قوية، فكان ليه قوة الدفع الأولى في دفع عجلة المشروع. وبعدين بعد كده المرحلة اللي بعد كده أسندت لمديريات الإسكان، وعلى التوازي هيئة المجتمعات أيضا اشتركت في المشروع. طيب هل ده برضو ليه شروط مواصفات خاصة ولا اللي يقدر عليه أو يقدر يدفع؟ ده حضرتك طبعا هو ليه شروط، يمكن الباشمهندس خالد برضو ممكن يفيد حضرتك في الموضوع ده، لان ده خاص بقطاع الاسكان. يعني احنا حضرتك كجهاز مركزي للتعمير مسؤولين عن التنفيذ. لكن اسلوب الشروط والتنفيذ برضو فيه مواصفات خاصه في تنفيذ وحدات محدوده الدخل. طبعا هو حضرتك المساحات بتاعته بتدور في حوالي 90 متر. تقريبا يعني بتتفاوت ما بين 85 ل 90 متر. تمام. طبعا بيتسلم متشطب، ثلاث غرف وصاله وحمام ومطبخ. بس مساحة صغيرة، ورغم كده حرصته يكون في أكتر من 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 أوضة، يعني توزيع المساحة قصدي الاستفادة منها. طبعا طبعا حضرتك يعني متشطب على أعلى مستوى أكتر من المشروعات السابقة بمراحل. يعني زي ما الباشمهندس خالد أورر حضرتك إن بقى في سياسة جديدة في وزارة الإسكان فعلا بتحترم المواطن المصري احترام كامل، وبتراعي آدمية الإنسان في كل حاجة، من ناحية مواصفة الشقة اللي هيقعد فيها، المرافق، المساحات الخضراء اللي موجودة، المنشآت الخدمية اللي بتخدم على مشروع الإسكان نفسه. بقى فيه طبعا سياسة موجودة كويسة جدا. موجودين في أي مناطق أو أي مدن يا فندم، ولا على مستوى كل المحافظات؟ حضرتك دي على مستوى كل المحافظات بالإضافة للمدن الجديدة. تمام. طيب بالنسبة بتقول لي 250 ألف وحدة حضرتك في الأول. بالضبط فندم. إن شاء الله ناويين الانتهاء منها هيكون في خلال وقت قد ايه؟ حضرتك احنا هننتهي في 31/12 إن شاء الله من 50 ألف وحدة، وإن شاء الله بمعدل تقريبا كل 4 أشهر هننتهي من 50 ألف وحدة. بحيث يعني على منتظر في 30/6/2015 يكون انتهوا ال 250 ألف وحدة. تمام.